لجوء الجزائر إلى اعتماد اللقاحين الروسي والصيني ليس اختياراً بقدر ما هو ضرورة فرضتها الكميات المتاحة وسط الضغط العالمي للحصول عليه حسب المختصين. لأنه كان فيه مشكل تاع ضغط في السوق العالمية، والآن في هذه الآونة بالذات تشري واش تلقاي، ما تقدرش تشري واش تبغي. نسبة فعالية اللقاح الصيني مقارنة بالروسي هو ما يسأل عنه أهل الاختصاص، حيث فاقت 86% لدى الصيني حسب ما صرح به البروفيسور إلياس رحال لإذاعة الصيف، لكن الرقم لم يصل ذاك الحد حسب آخر. يقولوا أنه عنده نجاعة 80%، أما اللقاح الصيني فيقولوا عنده نجاعة 50%، ولهذا حاجة مليحة أننا نستعمل إحنا الكشوفات البيولوجية. ربما الصينيين طلعوا بلاغ إعلان ولكن ما عندوش، يبقى بلاغ إشهاري. إحنا اللي يهمنا هما الاستعمال تاعه في الميدان. رغم كل توضيحات بشأن الشروع في عملية التلقيح، إلا أن الكثير من الأسئلة ما زالت تطرح. وزارة الصحة ما زال ما أعطتش توضيحات كثيرة حول اللقاح، الكمية التي تعطى، هل راح نلقح مثلا الشباب أو لا، ما المراد بالتلقيح؟ ربما هو السؤال الجوهري، هل نريد أن نوقف زحف الفيروس وبالتالي أن نلقح 70% من السكان، أو نريد إلا تغطية أو تكوين مناعة عند بعض الفئات؟ تتمة التلقيح على مرحلتين هي خاصية تشترك فيها اللقاحات على اختلافها، والسبب حسب الخبراء يكمن فيه. وهذا مرحلتين معناته أنه كامل هذه اللقاحات ما عندهاش نجاعة كبيرة، مرغمين أنهم يستعملوا مرتين، وبالتالي اليوم احنا نعرف أن عند كبار السن المناعة صعب أنها تظهر، وبالتالي لازم جرعتين. رغم كل ما يثار حول عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، إلا أنها الحل الوحيد الذي قد يكبح جماح انتشاره.